السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، هانين، صحتكم لاباس، كل شيء مزيان. المهم اليوم غادي ندير معكم سيمنات بالخليع، وهاد الخليع صيفطاتو ليا واحد المراكشيه صاحبتي تبارك الله، وصلى النبي عليها، الله يحفظها والله يخليها لنا، وشكرا بزاف. الخيوط دابا تشعل، ولا دايرين لنا الملويب الخليع. دابا خصني نفتتو كلو هكا طريفات، راكم عارفين ما يخفاش عليكم الخليع المغرب، على ريحة كتشهي وحنا صايمين. واعر واعر المشاهدين، نقولكمش فيه شويه ديال زيت الزيتون، وعجنت العجينه ديالي زاد الملح وخليتها تطلق. غادي نوريها لكم، العجين ديالي هو تطلق. نديرهم شويه كبار باش نسربي، لان المغرب قربات وانا مازال ما درت والو. ثم المشاهدين بديت كنورق، وهنايا درت شويه ديال السميده، نستعمل غير زيت البلديه، لان زيت الروميه الناس كضرنا بزاف بالاخص في رمضان. والله الا لقينا الراحه ما كنستعملهاش زيت الروميه في هذا رمضان، نستعمل غير البلديه. والله الا حمدنا الله وشكرنا الله، يرحمنا في الشتاء في المغرب عاود باش يجينا الزيت والزيتون مزيان. فين انتما؟ غادي ندير لهم شويه ديال شويه المشاهدين، انا ساليتهم كاملين، دابا غادي نبدا نطيبهم. الخلايا سخنات، بسم الله. انا كنسربي درت جوج في ضربه، لان الوقت قرب لي ديال المغرب، خصني ضروري مشاهدي الملوي ديالي هو قرب يوجد، وما عرفت قرب تكلم وعيلكم مشغول. انتما كيفاش كيجي؟ يجي روعة. انتما
شيء كيف نفخو بس كيجي الملوي مورق. انتم المشاهدين، الملوي ديالي هو وجد هذا.